حط لايك بالخمس ثواني القادمين لحتى يفتح عندك سكين ديدبول الذهبي. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ معكم نعم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي كيف ترفع ليفل عالي مثل تلكون اللي وصل ل 520، وبعض الاشياء اللي هو عملها والاسرار اللي احنا لازم نعرفها لحتى نقدر نرفع ليفل ونفتح كل الاستعلات الذهبية خاصة بالبوس والرؤساء تبعات فورتنايت سيزن 2 شابتر 2. فيلا مع بعض نشوف المقطع وكيف ترفع ليفل. فاذا انت اول مرة عندك تشاهد الفيديو على القناة، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس، حط لايك للفيديو، اكتب كومنت حلو. الله يسعدكم على الدعم الاخير، كل الدعم بالايتم شوب نيمو 9، وتشكر كل شخص عم يستخدمه. ويلا مع بعض. مثل ما بنعرف احنا موضوع الليفل بالسيزن 2 شابتر 2 مهم جدا بالنسبة لنا لحتى نقدر نفتح الاستعلات الذهبية ولحتى نقدر نفتح بعض الاشياء اللي احنا لازم نعملها لحتى الليفل اسرع واسرع. فانا رح احكيكم على بعض الاشياء اللي احنا لازم نعملها لحتى ترفع الليفل، ورح احكيكم على انت بتقدر تفتح الاستايلات الخاصه بمايديس وبروتوس وهدول الناس وانت بتبلش تطورهم. خليني هلا اول شيء احكي لكم بالنسبه للاستايلات انت بتفتح وانت بتبلش تتطور معك. هلا بالنسبه لمايديس، لما توصل لليفل 100، احنا لما كنا نقول انه توصل لليفل 100 مفكرين انك توصل لليفل 100 بيفتح معك مايديس الذهبي وهيك خلصنا. طلع في شيء تاني اعلى من هيك لسه لازم تعمله. لما توصل لليفل 100 بيفتح معك الستايل الذهبي تبع مايدس، ببلش ينتشر عليه الذهبي كل ما رفعت ليفل. يعني بتوصل ليفل 100 بيفتح الستايل الذهبي الخاص بمايدس، ولما توصل ل 140 بصير لونه كامل ذهبي وبصير كلياته ذهبي وبصير كامل ذهبي. وبالنسبه للسكنات الثانيه، لما تفتح بروتوس بتصير ليفل 140 بيفتح معك سكن بروتوس الذهبي، بس لما توصل لل 180 بيفتح معك كامل لونه ذهبي. بس هلا انت لو وصلت لل 140 فتح معك، وصلت لل 160 وخلص السيزون ما بيفتح معك كلياته ذهبي كامل، بيفتح معك نص ونص، يعني ليله خاط ذهبي فقط لا غير، ما بصير معك كامل مثل التمثال الذهبي. وبالنسبه لسكن القط، لما توصل ل 180 بيفتح معك السكن الذهبي او الستايل الذهبي، ولما توصل لل 220 بيفتح معك اللون الذهبي الكامل وبصير القط كلياته ذهبي من فوق لتحت. وبالنسبه لتي ان تي، لما توصل لليفل 220 بيفتح معك الستايل الذهبي، ولما توصل ل 260 بيفتح معك الستايل كامل وبصير تي ان تي كلياتها كامله باللون الذهبي. ولما توصل ل 260 بالنسبة لسكن سكايا، توصل ل 260 بيفتح معك اللون الذهبي، ولما توصل ل 300 ليفل بيفتح معك كامل سكايا مثل مظهر امامك بالصور. وبالنسبة للموزي اللي هو اصعب سكن عنا وابيخ سكن عنا، ليش لهالدرجة ما كنت افهم، يلي هو لما توصل لليفل 300 ببلش يفتح معك الستايل الذهبي. ولو انت حابب تشوفه ذهبي كامل لسكن الموزة لازم توصل لليفل 350. وانا هلا ان شاء الله رح احكي لكم بعض الاشياء اللي رح ترفع لك ليفلك لاعلى من هيك، وبعض الاشياء اللي انت لازم تعملها بالجيم لحتى ترفع ليفل. فهلا احنا خلينا نحكي بالنسبه لهذا الستريمر، لما الناس سالوا انت كيف وصلت لليفل 520 وبهالسرعه هي وبدون ما تعمل اي شيء فظيع او تلعب دائما كل يوم، قال لهم لا، قال لهم انا بلعب دائما وكل يوم بلعب، بس انا بلعب 16 ساعه تيم رامبل، بنزل باي منطقه من ريتال او بليزنت او هدول الاماكن المسميه الكبيره، بنزل على المكان اللي بعيد مشان ما يكون في ناس، وبنزل بفتح جميع الشيست اللي هن جميع صناديق الاسلحه، وبفتح جميع الامو بوكس اللي هن صناديق الذخيره، وبطلع من الجيم. بس بكل بساطه هاي الحركه بعيده 16 ساعه يوميا لحتى وصل لليفل 520، يعني ليفل 1000، يعني ليفل توحد 1000. الصراحه صعب كتير هذا الموضوع انك انت تلعب 16 ساعة يوميا بس عم تفتح شيستات وتطلع، تفتح شيست وتطلع، تفتح شيء كتير صعب الموضوع يعني. فهيك هي الطريقة. فانا لهلا رح احكي لكم بعض الاشياء لحتى انت رح ترفع ليفل، وبعض النصائح اللي احنا اخذناها من هذا اليوتيوبر، واشياء اللي احنا رح تفيدنا فعليا. مو رح نلعب بس 16 ساعة ونطلع، لا ما رح نعمل هيك، احنا مستحيل هيك، ما عاد صفية لعبة هيك، صفية عذاب. فهلا خلينا اول شيء نحكي بالنسبة للتيم رامبل. التيم رامبل يا شباب، انت لما تنزل تلعب تيم رامبل رح يعطوك اكس بي عالي جدا غير الاقيام العاديه اللي هي مثل السكواد والسولو والدو واي جيم تاني. بالنسبه للتيم رامبل يا اخي، لو انت حابب تلفل بسرعه بالتيم رامبل وبتلعب تيم رامبل، كل عليك انك انت تنزل بمنطقه كبيره تكون بعيده شوي عن الناس، انت هيك رح تموت من الزون وترسبن عند المكان اللي هو فيه الزون الجديده وتلعب.
فانت انزل عند اي مكان بعيد عن الناس، انزل افتح جميع الشستات، افتحها دوس اي او دوس بالمربع بالكنترول تبعك، لا تكسر الارضية وتنزل الصندوق، لانه انت لما تكسر الارضية ما لح يحسبوا لك اي اكس بي بالنسبة للشيست. انزل بالتيم مربع على مكان بعيد مثل ما حكينا، مسمى يكون فيه شستات كتير وصناديق كتير، كده عليك انك انت تفتح الصناديق وتفتح صناديق الامو بوكس تبعات الزخيرة. هيك لحنا بنكون عملنا اول خطوة بالتيم رامبل. ولو انت حابب تلعب وتكمل بالتيم رامبل، انزل وقتل الناس قد اعلى كلات بتقدر تجيبها لحتى تقدر تاخد ليفل اعلى من هيك. ولو لقيت تفاح او لقيت مشروب بالارض حاول تفتحه، ولو لقيت دروب حاول تفتحه، لان الدروب بيعطيك كمان اكس بي. كل حركة بتعملها باللعبة بيعطيك اكس بي، على الكلات بيعطيك اكس بي، وفتح الصناديق بيعطيك اكس بي. هيك نحن بتكون حكينا اول خطوة بالنسبة للتيم رامبل. هلا خلينا نحكي على الخطوة الثانية اللي هي بالنسبة للاكس بي كوينز اللي ظاهرين امامك بالصورة. الاكس بي كوينز اللي هي من اهم الاشياء اللي كانت معنا بالسيزون 2 شابتر 2. هدول الاشياء كانوا ينزلوا معنا كل 2 اسبوع، يعني اسبوع اول، اسبوع ثالث، اسبوع خامس، اسبوع ثامن، واسبوع عاشر، تقريبا هيك كانت تقسيمتها. المهم هدول اكس بي كوينز انا عندي بالقناة، شارحهم رح اترك لكم اياهم تحت بالديسكريبشن كاملات لحتى تشوف وين اماكن الاكس بي كوينز. الاكس بي كوينز متقسم على 4 اقسام او 5 اقسام، فينا نقول الاكس بي الاخضر والاكس بي الازرق والاكس بي البربل والاكس بي الجولد. هدول هن الاكس بي كلياتهم الموجودين معنا على الخريطة. هدول كانوا يطلعوا معنا كل اسبوعين اكس بي جديد. كل عليك انك انت تنزل تحاول تاخد هذا الاكس بي، وهم شي الاكس بي البربل والاكس بي الجولد، هدول لانه اكتر شي بيعطوك اكس بي كوينز. وبالنسبة للاكس بي الازرق، اول ما تنزل من الباص لازم تتوجه عليها دغري، لانه مع وقته بتختفي بتلاقيها بالجيم اللي بعده، فمشان هيك حاول انزل دغري عليها لو انت حابب تجمع الاكس بي الازرق. الاكس بي كوينز اللي هو من اهم الاشياء اللي نزلت معنا بهذا السيزون لرفع الليفل. وفي شغله ثانيه مهمه جدا كمان بتقدر ترفع فيها الليفل تبعك، اللي هن كانوا التحديات الجانبيه الخاصين بالدببه، حاليا خلصوا كلياتهم، ما في غير مهمه واحده بتقدر تروح تاخذها عند منطقه السيف هاوس الزارع امامك بالخريطه، بتروح لهنيك بتدوس مربع او بتدوس اي حسب الكنترول تبعك، وبتاخذ 15000 اكس بي. هذا اخر تحدي كان من التحديات، كان في 4 قبلهم، بس لو ما انت لحقتهم بقى هذا حظك لانك مالك مشترك ومفعل سر الجرس وعم تشوف التحديات عندي اول باول. وهلا بقى خلينا نحكي بالنسبة لتحديات جديدة اللي هي نزلت معنا من فترة. هدول التحديات نزلوا معنا باسم سيطرة الموقع. هدول التحديات نزلوا على اسبوعين ورا بعض، كل اسبوع كان بيناتهم 15 يوم. اول اسبوع نزل معنا وتاني اسبوع نزل معنا، رح اشرح لكم شو هدول التحديات. هدول التحديات شارحنا عندي بالقناة وانا حط لكم اياهم تحت بالديسكريبشن مشان تعملون. هدول التحديات كانوا عبارة عن تحدي واحد بتعمله بيفتح معك 3 اقسام، يعني كل تحدي مقسم على 3 تحديات. اول تحدي كان مطلوب منك انك انت تروح مثلا تفتح 5 شيست بمنطقة بليزنت، بعد منه مطلوب منك تفتح 7 شيست بمنطقة بليزنت، بعد منه مطلوب منك تفتح 10 شيست بمنطقة بليزنت، وهيك انت تكون خلصت التحدي وبتاخذ 55000 اكس بي. هيك نظام التحديات هدول بالنسبة لتحديات سيطرة الموقع. هدول التحديات محطوطين 10 تحديات، كل تحدي مقسوم على 3، وكل واحد بيعطيه 55000 اكس بي، وكل اسبوع 10 تحديات، يعني 10 تحديات مضروبة ب 55000 اكس بي بيطلع معنا 550000 اكس بي. لو انت خلصت الاسبوعين اللي هن الاسبوع 11 واسبوع 12 بتقدر تاخذ من وراهم 1,100,000 اكس بي. هذا العدد هائل جدا للناس اللي لسه مو ملفله. وهيك احنا بنكون حكينا عليها ولهدول تحديات الاسبوع، ومثل ما قلت لك موجودين عندي تحت بالديسكريبشن، حاول فوتوا اعملهم كلياتهم لانه صفيان 10 ايام من نهايه هذا السيزون. ولو انت خلصت هذا السيزون لمعلوماتك وما فتحت ستايل الجوست او ستايل الشادو كمان رح يروح عليك بالسيزون الجديد. ولو انت كمان ما فتحت الستايل الذهبي وصلت ليفل معين ووقفت، ووقف معك الستايل على نص ذهبي ونص عادي بشري، هيك انت رح يوقف معك بالسيزون الجديد ورح يضل معك هيك لنهاية العمر، خلص ما تقدر تعمل له اي شيء. هذا هو الاكس بي. الاكس بي مهم جدا معنا باللعبة يا شباب لهذا السيزون، ولازم تلعب. والتيم رامبل اللي هو افضل المودات اللي بتعطيك الاكس بي، حاول قد ما تقدر تنزل وجمع الاكس بي كوينز، لا تروح عليك الاكس بي كوينز لانه هدول فرصة ممتازة للتجميع. بالنسبة للاكس بي جولد اللي هو افضل اكس بي بيعطيك، افضل ليفل بيعطيك الاكس بي جولد. الاكس بي جولد بتلاقيهم موجودين بجميع اماكن الرؤساء اللي هن بالخزنة الرئيسية. هدول بتقدر تعملهم لو حتى ما كان معك بطل باص، مشان الناس تسألني هل انا اعملهم؟ لا، هدول ما بيأثر، بتعملهم من دون بطل باص عادي. التحديات تبعات سيطرة الموقع والتحديات الخاصين بالاكس بي كوينز يعني او اماكنهم بشكل عام متحديات، بس هدول الشغلات بتقدر تساويهم. بس انت لو ما كان معك بطل بس ما رح تستفاد اي شيء، لانه هدول الاشياء والليفل والجولد والاشياء هي كلها اللي احنا عم نحكي عليها ونفتحها
هدول كانوا من افضل الاشياء معنا بالنسبة للبطل باص الجديد، والوان حلوة جدا، يعني هيك شيء ذهبي والوان جديدة واشياء جديدة بالنسبة لفورتنايت. وان شاء الله سيزون 3 شابتر 2 رح يكون معنا نفس النظام، فانت تأكد انك مشترك وفعل زر الجرس مشان اول ما ينزل اي شيء بالنسبة لهيك اكس بي جديد. واكيد رح يكون معنا نظام جديد الاكس بي، نجمع فيه اكس بي جديد مثل الاكس بي كونز اللي نزل معنا بهذا السيزون. كان بالسيزون الاول عبارة عن اسبوع واحد وخلصنا، هلا جددوها وصار يعملوها كل اسبوعين، والله اعلم بالسيزون الثالث شو بدهم يعملوا كمان اشياء جديدة تعطيك ليفل. لحد الان ما حدا بيعرف بالنسبة للسيزون الثالث اي شيء مؤكد. فبس هذا هو مقطعنا اليوم، بتمنى يكون عجبك واستفدت، ولا تنسى تاخذ الدعم بالاتم شوب لو انت استفدت وعجبك المقطع، وحاول تنشر لي هذا المقطع بين كل اصدقائك اللي حابين يلفلوا او يرفعوا ليفل عالي عشان تدعمني الهم وتفيدهم الهم بنفس الوقت. حلمنا 10000 الف مشترك ان شاء الله شغال، وبدي همتكم فيه ان شاء الله لاوصل لاسرع وقت فيه، ورح اعمل ان شاء الله جيف اوي ثاني غير الجيف اوي اللي انا عامله على 2 بطل باص السيزون الثالث. فشكرا لك اذا كملت المقطع للاخر، وبرعايه الله.